يا صباح الورد على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. فقرة يمكن مخصصة أكتر مع حضراتكم للمرأة، زي ما قلت لكم كده في بداية حلقتنا. هنتكلم النهاردة عن فقرة مخصصة للمرأة وبالتحديد الولادة القيصرية. الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة شهدت نسبة إقبال كبيرة من السيدات الحوامل على الولادة القيصرية. قد يكون استسهال من الطبيب أو حتى من الأم، ما عندهاش خبرة بشكل كبير، بداية يعني حياتها، مش عارفة، خايفة من الألام اللي بتشوفها أو المناظر اللي يمكن مرسخة عندنا من الأفلام والمسلسلات والمشاهد اللي بنشوف فيها معاناة شديدة للأم وهي بتولد. بداية الحمل طبعا بتكون أكيد مرعبة بالنسبة لها، أو شكل الولادة أو شكل الولادة الطبيعية اللي يمكن سهلة ومجرياتها كمان أسهل بكتير، لكن طبعا الخوف بيبقى كبير. الولادة القيصرية بيرجع بيها الزمن لحوالي 700 سنة، ليها تفاصيل يمكن ما كناش نعرفها قبل كده، عرفتها كده سريعا من الدكتور. خلينا نعرف تفاصيل أكتر، هل ليها مزايا، هل ليها عيوب، ايه اللي ممكن الاثار الجانبيه اللي تنتج من الولاده القيصريه، سواء بالتاثير على البيبي او مخاطر ممكن تكون تحفظ اطفالنا وهم جانين في بطن الام او حتى على الام بعد كده لاحقا. معنا الدكتور أسامة صلاح الطاهر، دكتوراه أمراض النساء والتوليد واستشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، مستشفى الجلاء التعليمي للولاده. بصبح عليك يا فندم حضرتك. الموضوع مش جديد، وزي كده ما دردشنا بشكل سريع ان الولادة القيصرية بترجع ل 700 عام مضى، 700 سنة قبل الميلاد. قبل الميلاد كمان. طيب احكي لي كده القصة، قصة القيصرية نشأت ازاي. اول ما كان زمان قبل الميلاد 700 سنة، كان الام بتموت والبيبي بيموت ويدفنوا مرة واحدة هما الاثنين مع بعض. فقبل حوالي 700 سنة قبل الميلاد، ملك الرومان امر بفتح بطن الام اللي بتموت تدفن لوحدها والبيبي لوحده. دي اول حاجه، يعني يبقى سبرت. ما كانش لسه متعارف ان في حاجه اسمها ولاده قيصريه لسه. فكانوا بيشقوا بطن البيبي الام ويطلعوا البيبي في حته والام في حته والاثنين بيموتوا. تطورت شويه، الام تعبانه وبتموت، يطلعوا البيبي، يشقوا بطنها برضو، يطلعوا البيبي وهي تموت وياخدوا البيبي حي. دي التطور التاني، بدأت بقى تيجي الفكرة لما كان كله بيولد طبيعي. اللي بتولد قيصري وولادة متعسرة وبتموت وحالتها صعبة قوي، يفتح ويطلع البيبي، يطلع بالبيبي ويدفن الأم. وصلت بقى بعد التخدير وكده، يعني حوالي من سنة 1600-1700 ابتدى يبقى المودرن بقى اللي إيه، الوستاتريك اللي هي الولادة الحديثة. والبنج طبعا ساعد في كده، التخدير. الأم متخدرة تطلع البيبي والأم بتدخل بيخيط الجرح ويقفل الجرح، فالأم بتعيش والبيبي بيعيش. ده البدايات الأولانية. تطورت بقى لأن كانت نسبتها في سنة 1700 أو 1900 3%، دلوقتي النسبة وصلت عندنا في مصر حوالي 70 أو 80%. دي تعتبر تاني نسبة في العالم بعد البرازيل. 70 أو 80% العمليات القيصرية، الناس اللي بتولد الولادة القيصرية. نسبة كبيرة، يعني دي نسبة هائلة جدا. يعني عندنا في مستشفى جلاء سنة 91 كان في كشك الطوارئ كنا بنولد 30 ولادة طبيعية واثنين قيصرية، ده كانت سنة 91. دلوقتي العكس، في 20 قيصرية وسبع ولادات. ايه الأسباب يا دكتور؟ هل هي يعني أسباب علمية مثلا، حد عنده مشاكل أغلبها كده، ولا ايه الأسباب؟ أسباب متعددة. اللي زود الريت عالي قوي إن الناس بتستسهل، أو الأم بتستسهل ومش عندها وعي كافي بإيه هي القيصرية وإيه هي الولادة الطبيعية. طب وده بيبقى مزاج الام، يعني ينفع الام تقرر انا عايز اولد قيصري ولا اولد طبيعي؟ هل ده يعني ممكن بيخضع لاشراف الطبيب هو اللي يوجه، ولا الدكتور المفروض اثناء فتره رعايه الحمل من اول الحمل من اول شهر بيوعي الام ايه هي الولاده، لان خاصه اللي بتولد اول مره، طبيعه الولاده ازاي، ايه اعراض الولاده، ايه مزايا الولاده الطبيعيه، ايه عيوب القيصريه، وهكذا. فهي لو ما خدتش التوعيه دي من وهي لسه في الحمل، هتيجي تسمع عن واحده زميلتها ان القيصريه اسهل، ما تخليكي في القيصرية، ده بنت خالتي ولدت قيصري واختي والدة قيصري. بالزبط. اصبح كوباء. وباء في العالم كله، حتى بقول لك مصر رقم 2 في العالم بعد البرازيل. وبتختلف من محافظه للتانية. في مصر هنا اعلى محافظه في القيصريات في بورسعيد، واقل محافظه في سوهاج، انهم بيحبوا يولدوا كتير. من عيوب القيصريه او مميزات القيصريه انها اصبحت يعني عمليه سهله الى حد ما، والتخدير اتقدم، وبقى كل المضادات الحيويه والانفكشن كنترول، يعني مش خايفه الجرح يتلوث، بتعمل القيصريه من هنا ثاني يوم او بعد 12 ساعه بتروح وهي امان. وممكن تاخد بس في معاناه بقى ما بعد في معاناه بعد العمليه طبعا، هو اللي ما يعرفش المعاناه غير اللي جربها.
يعني انا عندي واحده مثلا ولدت 3 مرات طبيعي، وفي اخر مره الرابع مره ولدت قيصري، لان البيبي كان نازل بالمقعده. فبسالها بعد العمليه بعد ما ولدت وكده، البيبي كويس؟ قالت اه. طب ايه الفرق؟ انت حسيتي بالفرق؟ هي جربت الطبيعي والقيصري؟ قالت فرق شاسع، الطبيعي اسهل بكتير. دي واحده مجربه، مش واحده مثلا بتتكلم من قاريه في النت او من زمان. عملت دوده. دي عمليه. قالت الولاده الطبيعي اسهل بكتير. انها حاجه فسيولوجيه، ولا فتح ولا قفل. ينزل البيبي بعد ساعتين ممكن الام تروح بيتها. قيصريه مع تقدم التخدير وتقدم المضادات الحيويه والانفكشن كنترول والوسائل الحديثه اصبحت سهله برضه. بس لكن أيوة بقى ما بعد العمليه بيبقى فيه اجهاد في كبير جدا على الام، كفايه ان الرحم بيبقى مفتوح طبعا، يعني غير ان هي بتبقى خايفه لسه على الطفل ولسه عايزه تعمل له التفاصيل بتاعته الاولانيه للرضاعه وما الى ذلك، بيبقى فيه صعوبه في المشي، صعوبه في كل حاجه في الحاجة. عمليه كبرى تصنف عمليه ميجو، الولاده القيصريه عمليه ميجو. طيب اما ايه الحاجات اللي انا ممكن او ايه الحالات اللي انا ممكن اقول انها لازم ولاده قيصريه، ما ينفعش غير قيصريه؟ في مقسمه الولاده القيصريه بالنسبه لحضراتكم بشكل علمي الى 3 حاجات تقريبا، ايه هي؟ في اسباب في الام، اسباب في الجنين، اسباب في الاثنين مع بعض. يعني الام مثلا لو هي سنها كبير، سنها 40 سنه واول مره تخلف، دي قيصريه، لان بعد 35 سنه اول مره بتبقى قيصريه صريحه، يبقى الكتف سيزيرنسك، لان الانسجه بتاعت الحوض ما تبقاش مرنه بالكفايه زي اللي عندها 20 سنه. بنسميها الدر برايمري جرافت، واحده 35 سنه ولسه متجوزه وحامل، وفي سنه 40 سنه ولسه متجوزه وحامل دلوقتي. فالولاده اول ولاده هتبقى قيصريه. يتبعها بقى الولاده الثانيه بتبقى قيصريه برضه. يعني اكتر سبب في مصر دلوقتي للقيصريه اللي هي ريكانت سيزيرنسك، اللي هي والده قيصري مره بتكررها بقيصري. يعني نادر قوي اللي بيدي ترايل، ترايل يعني محاولة ولادة بعد قيصرية. ليه بقى يا دكتور؟ هو بيخافوا، الدكاترة بتخاف والأمة بتخاف. لا، مع إن عندنا في مستشفى الجلاء نسبة الولادة الطبيعية بعد القيصرية أول مرة 50%. 50% من الحالات بتولد طبيعي لو هي والدة قيصري قبل كده، و50% بتولد قيصري تاني. طب بيتوقف على إيه يا دكتور؟ يعني لو واحدة ولدت قيصري وبعدها مثلا المرة التانية جالها كل اعراض الولاده الطبيعيه، وده الحقيقه حصل معايا شخصيا، يعني اول مره قيصري، تاني مره جالي كل الاعراض الخاصه بالولاده الطبيعيه، لكن الدكتور قال لي لا هنولد قيصري. هو طبعا ممكن كان يولدك طبيعي لو السبب الاولاني او الولاده سبب عارض، يعني سبب مثلا الحوض كويس، الحوض مثلا الطفل ما نزلش فيه، مش كبير وبينزل في الحوض. ممكن اثناء الولاده بنحط الام على السي تي جي، نبض الجنين بيبقى عالي او سريع، البيبي تعبان، ولكن هي تولد طبيعي، مش هستنى البيبي لما يموت وهطلعه، فانا بضطر اتدخل عشان انقذ البيبي اللي تعبان ده. خلاص خلصنا القيصريه، الولاده اللي جايه بقى تولد والبيبي مش تعبان، ممكن تولد طبيعي. وعندنا في الجراء بيولدوا فاجينال بيرث افتر سيزيرن سيكشن، الفي باك، يعني بعد الولاده القيصريه اول مره حد عمل كده بتولد طبيعي. ايوه صحيح، ودي متاحه برضه. دي بيتوقف بقى على حسب حاله الجنين، على حسب حاله الام، ده طبعا بيتوقف بتبقى حاجه مش متكرره، يعني البيبي كان في الاول مره تعبان، ستريس، النبض بتاعه سريع، نفس يعني مش قادر يستحمل الحياه الولاده الطبيعيه، فبيضطر انه يولده قيصري. تاني مره هو مش تعبان فهيولد طبيعي، بس النسبه 50% برضه، مش 100%. يعني لو واحده والده طبيعي مره نسبة مش معناها انها تفضل تكرر قيصري. قد يكون. طب يا دكتور يقولوا ممكن الرحم ينفجر، الخياطه ما اعرفش ممكن تعمل ايه معموله في الرحم، يعني هل ده برضه بيترتب على الشخص، ولا فتره الولاده ما بين الاولى والثانيه او الثانيه والثالثه ممكن تسهل الموضوع يبقى ولاده طبيعيه بعد كده؟ والسبيسنج، التباعد بين الولاده والثانيه ده مهم. عشان قد ايه تقريبا بقى يا دكتور؟ ما يقلش عن سنتين بعد الولاده. ليه؟ لان في سبب طبي مهم قوي ما حدش واخد باله منه. واحده ولدت قيصري مره والثانيه ورا بعضه، يعني ما بتريحش، كل سنه تجيبها قيصريه قيصريه، الجرح القديم اللي هو في الرحم اليوترس بيبقى ضعيف. ثانيا في حاجه اسمها ديسيدو بازاليس، ده غشاء كده بيبطن بطانه الرحم عشان يمنع التغلغل البلاسينتا في الايه؟ في الرحم. بتواجهنا مشكله كبيره دلوقتي في المستشفيات الكبيره، البلاسينتا اكريتا، بريفي اكريتا. الكريتا اللي هي المشيمه المتقدمه، بيقولوا عليها المشيمه المتقدمه، المشيمه اللي جوه الرحم، جوه المشيمه دي هي زي الكيكه كده، بتبقى لازقه في جدار الرحم واصله البيبي بالام ويتغذى منها. ايوه، فالمشيمه دي لو حظها بقى سيء تلزق على الجرح القديم، يعني والده قيصري 3 مرات او مرتين، تلزق على الجرح القديم وتبقى مشكله اثناء الولاده للجراح وللام طبعا. ممكن تاخد دم، وممكن في حالات الوفيات فيها 7% على مستوى العالم. ودي نسبه عاليه جدا طبعا، يعني البلاسينتا بريفي اكريتا مورتاليتي ريت 7% على مستوى العالم، مش في مصر بس، في كل حته.
فدي انا بحذر بقول للسيدات اللي مش عارفين الاخبار، يعني واحد ما قالهمش الاخبار دي يقول لك انا ولد قيصري، ما خالتي ولا اختي بنت خالتي والد قيصري وانا ولد قيصري، ده سهل قوي. هي سهله قوي مره واثنين، لكن لو هو ما فيش سبيسنج ورا بعضه، ولذلك تنظيم الاسره مهم في الحالات دي. طيب مهم قوي يا دكتور، طبعا زي ما حضرتك بتقول ان في افكار متوارثه، بشوف مين قريبتي بنت خالتي صاحبتي والكلام ده بيتداول، وفي الحقيقه يعني ممكن نقوله كده بين قوسين فتي من الناس اللي ما عندهاش تخصص او اللي مش متخصصه وبتقول ده وبيتداول ده، وده في كل القطاع الطبي الناس بتقوله. الموضوع بيرجع للطبيب، مهم جدا طبيب السيدة الحامل ان هو يوجهها بشكل صحيح، وان يبقى في ضبط للعملية دي بشكل كبير، زي مثلا لو واحدة سافرت تولد بره بيبقى في يعني احكام انها لازم تولد طبيعي وتستنى حتى لو بعد 9 شهور. لا هو مش شرط، يعني دلوقتي في العالم كله القيصريه الا طبعا لو ما فيش حاجه يعني تتطلب. القيصريه رقم واحد في العالم، في البرازيل اللي هي مصر رقم 2 في نسبه السيزيرين. بتكلم في اوروبا وامريكا بشكل في العالم كله زايده. كان زمان سنه مثلا 1903 في بدايه القيصريه كان نسبه القيصريه 3%، كانت لسه التخدير ما اتطورش، انفكشن كنترول ما اتطورش، المضادات الحيويه ما اتطورش. دلوقتي وصل 80%. ليه؟ لان المشكله اللي 80% ده على مستوى العالم ولا على مستوى الدول؟ مصر. مستوى مصر. مصر. احنا مصر عندنا زياده رهيبه. زياده رهيبه ليه؟ لان هي بتقول لك انا هولد قيصري، تولد مره قيصري، تيجي تولد تاني مره دي قيصري، يبقى ريكارنت سيزيشن ورا بعض. بالظبط. والمده محدوده، يعني مش هتولد 10 مرات قيصري، الرحم ما يستحملش. يعني تولد مره واثنين ثلاثه اربعه، كفايه اربعه خمسه. في خمسه وفي سته كمان، بس طبعا ده نادر. المشكله اللي انا عايز اقول عليها البلاسينتا بريفي اكريتا دي ما بتجيش غير مع الولادات القيصريه المتكرره، خاصه لو بين الحمل والتاني. اللي هي دكتور ايه؟ معلش فسرها. المشيمه المتقدمه او البريفيا اللي هي البلاسينتا او المشيمه لازقه على الجرح القديم اللي في القيصريه. أيوه. يعني الجرح بنفتح الرحم وبنقفله تاني. لما تيجي بقى الحمل الجديد بيسموه بالعربي الاندغام المعيب للمشيمه، المشيمه اللي هي البلاسينتا معيب يعني في مكان غير مكان، وبتبقى لازقه على الجرح واحيانا بتوصل للمثانه كمان. يعني جات لنا حاله مثلا المشيمه لازقه على الجرح ومتغلغله في الجرح القديم واصل للمثانه، فدي بتبقى مشكله للجراح بقى، العيانه مش واخده بالها، هي ولدت ومش فاهمه حاجه في القيصر، وهو الدكتور ما قالهاش. دكتور المعالج برضو عليه دور، يعني اللي بيتابع الحمل ده مش مجرد اصلاح الضغط والنبض، ده بيفهمها ازاي هتولدي والولاده ازاي. يعني في انجلترا لما كنت هناك في حاجه اسمها كلاسز للحوامل، تيجي المستشفى تاخد ايه درس قبل الولاده، تعرف اعراض الولاده ايه، يعني ايه بتنزل عليها ميه خاصه اللي بيولدوا اول مره، وتفهمها نظام الولاده على مودلز وكده، وهم بقى بيبقوا اورينتد لسه ما ولدتش، مش مجربه، مش عارفه يعني ايه ولاده طبيعيه ولاده قيصريه. ففي الحاله دي هي بتبقى اورينتد وعارفه، وممكن تكون النسبه اقل من هنا دلوقتي، يعني في انجلترا وامريكا اقل من هنا، مع ان في سنه 80 و82 و84 كانوا هم اعلى، كانوا هم 15% واحنا 10%. دلوقتي مصر زادت بطريقه مهوله على منظمه الصحه العالميه قالت ده وباء الولاده القيصريه. وباء ازاي؟ واحده ولدت قيصري مره اول مره هتولد ثاني مره. بالظبط، يعني اول مره دي اهم مره. الولاده وبعدين اللي جرب القيصري بيحس ان هي اسهل اكيد من الطبيعي والعناء والطلق والحاجات دي. هو الطلق ده في بيحصل لهم امنيز، يعني بتنسى خالص بعد ما تولد طبيعي الوجع. سبحان الله. وفي بعض الامهات بيقول انا عايزه احس بالوجع عشان البيبي، انا بحس المعاناه دي عشان بحب البيبي وعايزه اجيب بيبي ترتبط بيه اكتر. فهي الفكره، ما احنا كنا سنه هو كله على حسب اللي جرب ويبتدي يقرر هو عايز ايه. فطبعا مهم جدا ضبط الموضوع ده من قبل طبعا وزاره الصحه ومن قبل الاطباء المسؤولين. الاطباء بيراجعوا ورا الاطباء الشبان، يعني الطبيب القديم بيراجعوا ورا الاطباء الشبان اللي مش اللي هم مندفعين للولاده. يا ريت يبقى في ضبط للعمليه دي بشكل كبير. هو المفروض. طيب اروح مع حضرتك بقى لما بعد الولاده، النتائج المترتبه على العمليات القيصريه كتيرة جدا جدا، نحو يعني جسم الأم وشكل البطن والخساسان بتاعها، كل التفاصيل دي يعني ليها عامل كبير جدا الولادة القيصرية بتأثر عليها. ممكن إيه أهم الحاجات اللي حضرتك بتشيليها؟ أول حاجة أول ما تولد ممكن الجرح يتلوث، يديله إنفكشن لأنك فاتح بقى وميكروب وكده، غير الولادة الطبيعية مش هيبقى فيه إنفكشن، نادر قوي. كمان ترهل في عضلات البطن، انت فاتح العضلات بتفصل عضلات البطن عن بعضها عشان تطلع الرحم وتطلع البيبي منه، دي برضو مهمه. كذا كسره عدد الولادات بتضعف عضلات البطن، تقول لي عندي ترهل في عضلات البطن لان اتفتح في عضلات البطن كذا مره، وغير اللي ما فتحتش بطنها خالص
بطنها لسه مقفوله ما فتحتش خالص، وبيرجع تاني بس هو الرحم يلم. في ناس بقى بتقول لك انا عايز اولد 5 مرات قيصري. طب انت ايه اللي خلاك تولدي اول مره قيصري؟ كنت تولدي طبيعي زي زمان ما كانوا بيولدوا كلهم طبيعي، لكن دلوقتي بقى ايوه كنا نسمع في الافلام تحضر العشاء وتنزل بعد كده تعيش حياتها طبيعي. في البيت كانوا بيولدوا في البيت. دلوقتي اصبح وباء، واحده ولدت قيصري، طب ما انا ولدت قيصري زيها. أيوة. تيجي ثاني مره، طب ما انت والده قيصري، يبقى الوباء بيتكرر بينتشر، دخلنا في الايه في سكه القيصريه. في سيدات كتير متابعين بقى فكره التجميل والحشد العضلات البطن وشد الترهلات، وبيعملوا كده للاسف وقت العمليات القيصريه، يعني خلص الدكتور الطبيب النساء والولاده يدخل بعد كده طبيب التجميل ويعمل كده ويشد الرحم. اختار ده ايه؟ هو ملوش اخطار يعني، الكوريكشن الرحم لسه ما رجعش مكانه والشكل الطبيعي. لا الرحم بيوصل حجمه الطبيعي بعد 40 يوم بيبتدي. هو كان حجمه وصل بالظبط، فما بتعرفش يمكن الحجم اللي ترهل بشكل كبير ينزل. الرحم ما بيعملش حاجه، هو كل ماده كل ما بينزل لغايه لما بينزل عليها الدوره بتاعه ال 40 دم ال 40. فما فيش خطوره يعني. هو اللي مشجع كمان الولاده القيصريه في مصر ان دلوقتي اصبح الناس بتفكر بوعي، بيقولوا انا هجيب ولد ولدين او 3 بالكتير. ما عادش زي زمان يجيب 6 اولاد، زي زمان من 60 سنه تلاقي الام عايزه 10 اولاد 6 اولاد. في الارياف بقى في الصعيد بالذات بيحبوا الخلفه كتير. لكن القاهره دلوقتي 2 3 بالكتير، في لا واحد كمان واثنين. صحيح. فهم بيبقوا عندهم الولادات القليله، فهم بيقول لك انا مش مشكله، انا هولد قيصري، كل اللي انا عايزاه 2 او 3. فولاده قيصريه مره واثنين وثلاثه بتبقى سهله. صحيح. اللي انا عايز انوه ليه بين الحمل والتاني لازم يبقى في مهم يبقى في فتره علشان بالذات عشان البلاسينتا اكريتا اللي هي المشيمة المتقدمه. لو كل مره كل سنه تجيب عيل قيصري ووالدة مثلا 4 قيصريات وبينهم وبين بعض كل ولاده كل حمل والولاده شهرين وده 9 شهور يعني سنه بين الاولاني والتاني، فالمشيمة بتلزق على الجرح وده طبعا حاجه خطيره. ان لما المشيمة تلزق على الجرح اسمها مشيمة متقدمه. دي بتسبب لنا مشكله اثناء العمليه. حتى عندنا في مستشفى الجلاء كل يوم والتاني عندنا بلاسينتا بريفي. يعني المستشفيات الكبيره بيوصلها الحالات دي كتير، غير مستشفيات الارياف بيبعتوا علينا حالات كتير. طبعا بنشوف الحالات دي كتير. المستشفيات الخاصه في المستشفى الجلاء مثلا ريفيرال هوسبيتال يعني اي مستشفى صغير بتبعت علينا. فاحنا بنشوف المضاعفات بقى الولادات القيصريه، هم بعيد عن الاضواء، هو يشوف الحاجه كده يقول طب روح الجلاء، روحي القصر العيني، روحي جامعة عين شمس. متخصصة ومستوى الأطباء فيها على مستوى راقي طبعا، تخدير على مستوى راقي طبعا، كل حاجة على مستوى عالي. طب نروح للتخدير بقى والموضة اللي ماشية طبعا بقى لها فترة، التخدير النصفي. الحقنة والتخدير النصفي ليها مشاكلها وليها مزاياها، الأم بتشوف الابن وهو طالع أو الطفل وهو طالع. هل حضرتك ممكن يعني ترشحها؟ هي مش موضة، هي مش موضة، ده على مستوى العالم البنج النصفي أحسن وأأمن للأم من البنج كله. أولا هي حقنة في الظهر بسيطة جدا، تاخد ليفنوكين 2 سنتي بيخدر لها الجزء التحتاني من عند الصورة لتحت اللي منطقة المشتري. اسمها الولادة بدون ألم. لا الولادة بدون ألم دي حاجة تانية اللي هو الإبيديورال. إبيديورال إبرة برضه في الظهر. أيوه. وتبقى تمشي وتروح ومش حاسة بحاجة. بس دي ليها عيوبها. أيوه. وفي نزول البيبي تستعمل الشفاط أو الفورسبس. يعني دي حاجة تانية غير التخدير النصفي. ما هو التخدير النصفي حاجات كتير، إبيديورال ده عايز تولد طبيعي أو قيصري بالإبيديورال. ايوه ده صح، يعني بيدخل التخدير دكتور التخدير مساحه نص سنتي اللي بيحقن فيها، فدي عايزه مهاره خاصه من دكتور التخدير. انا بتكلم عن السباينال انسيزا اللي احنا شغالين بيها على طول. حاجة تانية بقى. ده سهل جدا وامان جدا، عشان بعض الامهات تيجي تقول لها هتاخدي بنج نصفي، لا انا عايزه انام. يا بنت ده احسن، مفيش ده طبيعي بقى يا دكتور ولا قيصري؟ قيصري. دي القيصري. انا بتكلم على القيصري. واحده هتاخد بنج وهتدخل عمليه دلوقتي، نديها حقنه السباينال امان اكتر من الكل. الابيديورال؟ لا الابيديورال ده مش كتير في مصر. السباينال العادي دي بقت دي يعني كتير حاجة وهي احسن. دي ظاهره صحيه ان دكاتره التخدير بيفضلوا السباينال طبعا اكتر امان. ليه؟ لان الام ما بتفقدش الوعي، بتبقى صعبه او صحيه وشايفه الحدث كله، تتكلم مع الجراح وانا جبت ولد ولا بنت، تسمع صراخ البيبي. وممكن كمان في انجلترا اول ما البيبي يطلع يحطوه على صدر مامته يرضع شويه وتاخدوه بقى ايه يلبسوه ويحموه كده. فدي علميا مهمه. ليه؟ لو هي رضع بيطلع ماده اسمها هرمون اوكسيتوسين. الاوكسيتوسين ده بيعمل انقباض للرحم. يعني الام اللي بترضع
الرحم كبير. فاول ما بيرضع بيزود هرمون الاوكسيتوسين. ده الجزء الاخير اللي اختم بيه مع حضرتك، الرضاعه، وطبعا برضه موضه العصر ان لا الولاد بيستسهلوا او الام بتستسهل بعد الام الولاده والعناء اللي شافته خاصه الفتره الاخيره في ايام الحمل، رضع صناعي. قد ايه ده ممكن يكون ليه تاثير سلبي على جسم الام وعلى طبعا صحه الطفل؟ مره بقى الرضاعه الطبيعيه مفيش احسن منها. وفي طعمه في عامين، الام تاخد وقتها بعد الولاده تقعد سنتين ترضع. اولا ده افيد للطفل، وعلاقه حميمه بين الام والطفل غير الرضاعه الصناعيه. اولا مكلفه، ثانيا ممكن يحصل عدوى، يعني هي بتحط له البيبرونه ممكن تتلوث، ياخد اللبن ملوث او اللبن ركنته بره الثلاجه وهو حضرته والبيبي شرب نص رضعه والرضعه النص الباقي ما خدوش ما حطتوش في التلاجه. الناس بقى مش عارفه ان ممكن مش فاهمه ده بيتلوث على طول. طبعا اضافه للتكاليف على المستوى البلد. صحيح، البلد بتدعم الالبان كتير. فلما كل واحده هترضع صناعي هنفقد العلاقه الحميميه بين الابن والبيبي والام. هنفقد حاجات كتير، يعني صحه الطفل ونموه. هو مفيش احسن من لبن الطبيعي وحساسيه الالبان ومشاكل كتير جدا ممكن تنتج على الالبان الصناعيه. هو مفيش احسن من الحاجه الطبيعيه زي الولاده الطبيعيه، الرضاعه الطبيعيه. اما الرضاعه اللي هي الصناعيه دي بتبقى في احيان معينه غصبا عننا يعني. طب علميا بقى يا دكتور، تاثير الولاده الطبيعيه على صحه الام، على الرحم، على رجوعها يعني رجوع جسمها بشكل كبير والبطن والانتفاخات اللي بتبقى فيها، هي بعد الولاده الطبيعيه بترجع احسن من القيصريه، بترجع بسرعه وبتعمل تمارين بعد الولاده بتشد عضلات البطن، لان عضلات البطن فيرجن ما اتفتحتش. فبتقوي عضلات البطن وتمارين ايروبكس او تمارين في الجيم يعني معينه بتقوي عضلات البطن عشان ما تترهلش. لو القيصريه بتعمل تمارين برضه ما بتترهلش، بس بيبقى الترهل اعلى من الطبيعي بحكم انها فتحت القيصريه مره واثنين وثلاثه. لكن الرضاعه الطبيعيه بتساعد على رجوع الرحم اسرع من العادي. حتى في الدين قال لك في طعمهم في عامين، يعني مش واحده تيجي ترضع صناعي ورا بعضه كده تجيب واحد واثنين وثلاثه كل سنه. هو احنا محتاجين تنظيم الاسره دلوقتي طبعاً. محتاجين نوعي العيانه ومحتاجين نوعي الاطباء الشبان باهميه الولاده الطبيعيه وازاي نتفادى القيصريه اللي هي اصبحت وباء في مصر دلوقتي. وكلنا بنعاني منها، كلنا بنعاني منها. ليه؟ لان انا كطبيب واحده جايه تولد اول مره ولا انت هتولدي طبيعي؟ قلت لا انا ما مش هستحمل مش هقدر. هي مش واخده بالها انها مش فاهمه يعني ايه قيصري ويعني ايه طبيعي، ما جربتش ولا ده ولا ده. سمعت من واحده صاحبتها او من واحده اختها مثلا انا ولدت قيصري وزي الفل. طب سؤال معلش اخير معلش اعذروني. طب لو البيبي ما نزلش الرحم، لو ما فيش اعراض خاصه بالولاده الطبيعيه اللي بتظهر على السيده في اواخر شهور الحمل شهر التاسع، تعمل ايه الام عشان تسرع الموضوع وتخليه يبقى ولاده طبيعيه على قدر الامكان؟ كل ما مشيت في اخر في السابع او الثامن تمشي على الطبيعي. تمشي على رجلها ساعه او نص ساعه كل يوم في منطقه هاديه كده بعيدة عن الحر والاشارات. تتمشى ساعه نص ساعة آخر في السابع والثامن. من حكمة ربنا أن في هرمون في الحمل اسمه ريلاكسين بيريح المفاصل العظام، لأن العظام دي عاملة زي شبكة حلقة كده، عظام الحوض بتريح قبل الولادة عشان دي من حكمة ربنا عشان البيبي ينزل. بتحس بألام، حاسة بألام في الحوض، العضلات المفاصل بتريح عشان البيبي ينزل من الحوض. يعني اهم حاجه المشي والرياضه. المشي والرياضه والمتابعه اهم حاجه، والمتابعة مع الدكتور من اول شهر، لان طبعا المتابعه دي بتخلينا نولد ولاده امنه، يبقى طلعنا بالبيبي كويس والام كويس، وده في النهايه هو ده المطلوب. شكرا جزيلا يا دكتور. الدكتور اسامه صلاح الطاهر، دكتوراه امراض النساء والتوليد واستشاري امراض النساء والتوليد والعقم، مستشفى الجلاء التعليمي للولاده. شكرا جزيلا، نورتني يا فندم. شكرا. كل الشكر لحضراتكم على المتابعه اليوم لصباحنا مصري، نشوفكم بكره على الف خير.